أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلبة، الصف الثامن. عنوان درس اليوم: الوظائف الحيوية للأرنب. نتعرف في هذا الدرس على بعض المفاهيم الأساسية كالعفج وعضلة الحجاب الحاجز ومعنى كلمة الأعور وأهميته عند الأرنب ومعنى الرحم والكيس الكروي والمشيمة، ثم نصف الأجهزة الداخلية للأرنب ونتعرف على وظائفه الحيوية. أولاً، الحس والحركة. لاحظنا في الدرس الماضي أن أعضاء الحس عند الأرنب تكون نامية ومتطورة كالشم والذوق والسمع والرؤية بسبب نمو الدماغ. إذن أعضاء الحس متطورة ونامية بسبب نمو المخ، مما يتألف الجهاز العصبي عند الأرنب. يتألف من دماغ ونخاع شوكي وأعصاب تنتشر في جميع أنحاء جسم الأرنب. ننظر إلى الصورة المجاورة ونتعرف على دماغ الأرنب، ونلاحظ من خلال الصورة نمو المخ والمخيخ، مما يؤدي إلى أعضاء حس متطورة كالسمع والبصر والذوق والشم. نعدد الآن أقسام دماغ الأرنب بالاستعانة بالصورة. أولاً، المخ. ثانياً، المخيخ الذي له دور كبير في التوازن عند الأرنب سواء في الحركة أو السكون. ثالثاً، البصلة السيسائية. نقارن الآن بين حركة الأرنب وحركة الضفدع على اليابسة، فماذا نستنتج؟ كلاهما على اليابسة حركته القفز بسبب طول الطرفان الخلفيان وقصر الأماميان، مما يساعد الأرنب والضفدع على القفز على اليابسة. الوظيفة الثانية وهي التغذية والهضم. ننظر إلى الصورة المجاورة على الجهة اليسرى ونتعرف أقسام السبيل الهضمي عند الأرنب. تعرفنا في الدرس الماضي على أن الأرنب حيوان عاشب، فعلى ماذا يتغذى الأرنب؟ الجواب: على الأعشاب. نبدأ بالتعرف على أقسام السبيل الهضمي. ينتقل الطعام من الفم إلى البلعوم، ثم إلى المريء الطويل، يليه المعدة، ثم المعي الدقيق الذي ينتهي بالكيس الكروي، يليه المعي الغليظ الذي يمتد منه الأعور الذي ينتهي بالزائدة الدودية، ثم مستقيم ينتهي بفتحة الشرج. يلحق بالجهاز الهضمي غدد هاضمة مثل الكبد، له حويصل صفراوي في أسفل الكبد تصب مفرزاته في العفج أو الاثني عشر، وهي بداية المعي الدقيق عند الأرنب. نلاحظ أن الأعور الطويل عند الحيوانات العاشبة يحوي جراثيم تساعد على هضم السليلوز، فهذه هي وظيفة الأعور. الآن، لماذا سميت بعض الحيوانات كالأبقار والماعز والجمال بالمجترات؟ تعليل هام. السبب: أن هذه الحيوانات تتميز بوجود أربع حجرات في معدتها، إحداها تسمى الكرش الذي تخزن به الطعام وتعيده إلى الفم مرة أخرى لإعادة طحنه بعملية تسمى الاجترار، لذلك سميت بالمجترات. الوظيفة الثالثة وهي التنفس. ننظر إلى الصورة المجاورة ونتعرف أقسام جهاز التنفس عند الأرنب.
يتكون من الأنف، الحنجرة، الرغامة، القصبتان الهوائيتان التي تدخل كل منهما في رئة. فالتنفس عند الأرنب رئوي، يملك رئة يمنى ورئة يسرى، وتستند الرئتان على عضلة حمراء تسمى عضلة الحجاب الحاجز، لها دور كبير في عملية التنفس، أي الشهيق والزفير. أي الرئتين أكبر؟ اليمنى بسبب وجود القلب على الناحية اليسرى، مما يدفع الرئة اليسرى قليلاً لتصبح أصغر قليلاً من اليمنى. كيف تتم عملية الشهيق والزفير عند الأرنب؟ بفضل عضلة الحجاب الحاجز. وأين تقع هذه العضلة؟ تحت الرئتين. وما دورها؟ لها دور في التنفس. الوظيفة الرابعة وهي النقل والدوران عند الأرنب. ننظر إلى قلب الأرنب لنتعرف على عدد حجيراته. نلاحظ أذينة يمنى وأذينة يسرى، وبطين أيمن وبطين أيسر. فما عدد حجيرات قلب الأرنب؟ الجواب 4. يفصلها عن بعضها حاجز عضلي. فالقلب عند الأرنب مكون من أذينتان وبطينان. ما دور الشرايين والأوردة؟ تقوم الشرايين بنقل الدم من القلب إلى جميع أنحاء الجسم، بينما تقوم الأوردة بنقل الدم بالجهة المعاكسة من أنحاء الجسم وترد به إلى القلب. نستنتج أقسام جهاز الدوران، وهو قلب ودم وأوعية دموية، وهي الشرايين والأوردة والشعيرات الدموية. الوظيفة الخامسة عند الأرنب وهي الإطراح. كيف يطرح الأرنب فضلاته؟ عن طريق جهاز الإطراح المكون من كليتين يسرى ويمنى. ننظر إلى صورة الكليتين على الجهة اليسرى، فنشاهد أنها تشبه حبة الفاصوليا ولونها بني. تتصل كل كلية بحالب ينفتح على المثانة التي تتصل بالفوهة البولية. فما دور الكلية في عملية الإطراح؟ تنقية الدم من الفضلات. الوظيفة السادسة وهي التكاثر عند الأرنب. نلاحظ على الجهة اليسرى وجود أرنب ذكر وآخر أنثى، مما يجعل الأرنب منفصل الجنس، حيث يملك الذكر جهاز تكاثر ذكري، بينما تملك الأنثى جهاز تكاثر أنثوي. يتكون الجهاز الذكري من خصيتان وقناتان ناقلتان للنطاف وفوهة بولية تناسلية، بينما يتألف جهاز التكاثر الأنثوي من مبيضان وقناتان ناقلتان للبيوض وفوهة تناسلية. يقترن الذكر بالأنثى ويحدث الإلقاح الداخلي، أي داخل جسم الأنثى، والتكاثر عند الأرانب يتم بواسطة الولادة، وتتشكل بعدها البيضة الملقحة التي تتطور إلى جنين داخل الرحم. يتغذى الجنين عن طريق المشيمة، حيث تزوده بالأكسجين والغذاء. تلد الأنثى صغارها وتتم تغذيتها عن طريق الرضاعة من الأثداء. فالتكاثر عند الأرنب يتم بالولادة، وتملك الأنثى رحمين، وتغذي صغارها بالرضاعة من الأثداء. تعلمت أن الأرنب يملك عدة أجهزة متخصصة كجهاز الهضم والتنفس والدوران والإطراح والتكاثر، وأن الأعور نام جدا عنده يساعده على هضم ألياف السليلوز. انتهى درسنا، ونبدأ الآن بحل التقويم النهائي.
السؤال الأول: مقارنة بين الثدييات والطيور من حيث غطاء الجسم ونمط التكاثر وتغذية الصغار ووجود الأسنان وشكل الأطراف. الثدييات يكسو جسمها الشعر أو الوبر أو الصوف أو الفرو أو الجلد العاري حسب الحيوان، بينما يكسو جسم الطيور الريش. نمط التكاثر عند الثدييات بالولادة والإلقاح داخلي، أي يتم داخل جسم الأنثى، بينما تتكاثر الطيور بالبيوض وإلقاحها داخلي أيضا. تغذية الصغار عند الثدييات تتم برضاعة الحليب من الأثداء، بينما الطيور يتناوب الوالدان على إطعام الصغار في العش، ريثما يستطيع هذا الطائر الصغير الطيران ويعتمد على نفسه في الحصول على غذائه سواء من الأعشاب أو اللحوم. الأسنان عند الثدييات تتكون من قواطع وأنياب وأضراس حسب الحيوان ونمط غذائه إن كان عاشبا أو لاحما، بينما لا تملك الطيور أسنانا داخل المناقير. شكل الأطراف عند الثدييات 4 أطراف يختلف طولها وشكلها من حيوان لآخر، بينما الأطراف الأمامية عند الطيور تحولت إلى أجنحة لتساعد الطائر على الطيران، بينما بقي الطرفان الخلفيان ب4 أصابع تساعد الطائر على المشي والتمسك بالأغصان. السؤال الثاني: ما وظيفة الرحم والأعور والكلية والمشيمة عند الأرنب؟ نتذكر معلومات الدرس. نبدأ أولاً بالرحم، وهو تجويف عضلي يستقر بداخله الجنين في فترة الحمل. الأعور وظيفته هضم ألياف السليلوز، بينما الكلية تنقية الدم من الفضلات، بينما المشيمة تغذية الجنين وإمداده بالأكسجين في فترة الحمل. السؤال الثالث: اختر الإجابة الصحيحة. يتكون قلب الأرنب من أذينتان وبطينان، أي 4 حجرات. إحدى هذه الحيوانات ليست من الثدييات، هل هو الحوت أم الفقمة أم التمساح أم الخفاش؟ الجواب: التمساح، فهو من صف الزواحف وليس من الثدييات. رابعاً، نعطي تفسيراً علمياً لكل من الجمل الآتية: لماذا تعد الأبقار والأغنام من المجترات؟ الجواب: لأنها تعيد طعامها إلى الفم وتعيد مضغه مرة أخرى بعملية الاشترار كما ذكرنا سابقاً في الدرس. لماذا تعتبر الكلية اليمنى أعلى قليلاً من اليسرى عند الأرنب؟ بسبب وجود الكبد. لماذا تساعد الكلية عند الثدييات على حفظ التوازن الداخلي للدم؟ الجواب: لأنها تقوم بتنقية الدم من الفضلات كالبولة وحمض البول، مما يجعل تركيب الدم ثابتاً. انتهى درسنا لليوم أعزائي الطلبة، شكراً لاستماعكم، وأتمنى لكم النجاح والتوفيق.